أفاد مراسلنا نقلا عن مصادر في المقاومة الشعبية بأن قوات الجيش الوطني والتحالف العربي أحرزت تقدما على عدة جبهات لكسر الحصار المفروض على مدينة تعز من قبل الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح. وكانت القوات الموالية للرئيس اليمني على ضرب منصور هادي قد تلقت عتادا عسكريا من التحالف لدعمها في معارك فك الحصار عن تعز. في غضون ذلك قصف الحوثيون بشكل عنيف طوال الساعات الماضية قرى في محيط تعز وأحياء في وسط المدينة كما أفاد مراسلنا. ومعنا مباشرة من صنعاء مراسلنا خليل القاهري. خليل، أين وصلت المعارك في محيط تعز؟ نعم خالد، وخلال الساعات الماضية تركزت المعارك في الجبهة الغربية من مدينة تعز وبالتحديد في منطقة الضباب التي شهدت معارك عنيفة. أعلنت خلالها المقاومة بأنها تقدمت إلى عدد من المواقع التي كانت تحت سيطرة الحوثيين وقوات الرئيس السابق، وبالإضافة إلى المواجهات التي دارت بالقرب من حدائق الصالح هناك في تلك المنطقة الجبهة الغربية. هذا بالنسبة للمواجهات تركزت في الجبهة الغربية حتى هذه اللحظة، وهي الجبهة الأكثر اشتعالا حتى هذه اللحظة، لكن هناك يعني مواجهات ومعارك تدور في وسط المدينة وفي بعض مناطق الجهة الشرقية، مع تركز القصف على بعض الأحياء السكنية في تعز في الجهة الشرقية وفي وسط المدينة كحي زيد المشكي وأيضا منطقة الدمغة، بالإضافة إلى أن هناك قصف وفقا لشهود عيان طال عددا من القرى في جبل صبر المطل على مدينة تعز. وأيضا هذا القصف يعني يأتي من منطقة جبل أومان في شرق مدينة تعز، ويمكن القول إجمالا بأن الجبهة الغربية تكاد تكون هي الجبهة الأكثر اشتعالا في تعز حتى هذه اللحظة. هناك آخر المعلومات تشير إلى أن مواجهات اندلعت في منطقة الذباب مرة أخرى بين الحوثيين والمقاومة، عندما حاول الحوثيون وقوات الرئيس السابق استعادة السيطرة على اللواء 117، والمعلومات تشير إلى أنهم فعلا استعادوا السيطرة على هذا المعسكر، وأن هناك العشرات من القتلى والجرحى سقطوا من الجانبين في هذه المنطقة في منطقة ذباب. شكرا لمراسلنا خليل القاهري، كنت معنا من صنعاء.